منشأتنا طنزي النووية. ما هي هذه المنشأة وما دورها في البرنامج النووي الإيراني؟ ولماذا تتعرض لحوادث أو يتم استهدافها باستمرار بهجمات إلكترونية سيبرانية وخاصة من الموساد الإسرائيلي؟ تمتلك إيران عددا من المنشآت والمواقع النووية الداخلة في تنفيذ برنامجها النووي الطموح، من أمثال مفاعل آراك لإنتاج الماء الثقيل، ومحطة بوشهر النووية، ومنجم غاشين لليورانيوم، ومحطة أصفهان لمعالجة اليورانيوم، ومنشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم في محافظة قم، وموقع بارشين العسكري، ومنشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم. منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم. تعد محطة نطنز لتخصيب الوقود أكبر منشآت طرد مركزية لتخصيب اليورانيوم في إيران. تقع في مقاطعة نطنز في محافظة أصفهان الإيرانية، وتعمل المحطة في تخصيب اليورانيوم منذ فيفري 2007. تتكون المنشأة من 3 مبان كبيرة تحت الأرض قادرة على تشغيل ما يصل إلى 50,000 جهاز طرد مركزي، ويتم ضخ غاز سداسي فلوريد اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزية التي تفصل معظم النظائر الانشطارية لليورانيوم 235. وأكد تحليل العينات البيئية المأخوذة من المحطة وغيرها من التجارب التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نوفمبر 2014 أن المنشأة كانت تستخدم لإنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب. تعد هذه المنشأة واحدة من عدة منشآت نووية تراقبها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان امتثال إيران لاتفاق عام 2015 الذي يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. وكانت إيران وافقت بموجب هذا الاتفاق النووي مع القوى الدولية الكبرى على تركيب ما لا يزيد عن 5060 جهاز طرد مركزي، الأقدم والأقل كفاءة في منشأة نطنز حتى سنة 2026، وعدم إجراء أي تخصيب في منشأة فوردو الموجودة تحت الأرض حتى سنة 2031. وقد منحت إيران إعفاء من العقوبات الدولية مقابل هذه التنازلات بشأن برنامجها النووي في هذا الاتفاق. ويقضي الاتفاق أن تنتج إيران فقط يورانيوم منخفض التخصيب تتراوح نسبة تخصيبه بين 3 و4% من اليورانيوم 235، وهو الذي يمكن استخدامه في إنتاج وقود لمحطات الطاقة النووية. ويتطلب اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة تخصيبا بنسبة 90% أو أكثر. لكن في العام الماضي أي في سنة 2020 بدأت إيران في التراجع عن التزاماتها، وذلك بعد أن تخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق النووي وأعاد فرض عقوبات اقتصادية خانقة عليها. وفي نوفمبر من ذات السنة قالت إيران أنها ضاعفت عدد أجهزة الطرد المركزي المتطورة التي يتم تشغيلها في نطنز، وبدأت في حقن غاز سادس فلوريد اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي في محطة فوردو. وترى القوى الغربية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران في مثل هذه الخطوة مخالفة لالتزامات طهران الواردة في الاتفاق الذي يسمح لإيران فقط بإنتاج وتخزين كميات محدودة من اليورانيوم المخصب لاستخدامها في إنتاج وقود لمحطات توليد الطاقة النووية لأغراض مدنية. وقد سعت إيران إلى تحصين هذه المنشأة كما منشآتها النووية الأخرى ببناء أجزائها الحيوية تحت تحصينات شديدة تحت الأرض، بيد أن مارك فيتز باتريك العضو المشارك في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية والخبير في شؤون الحد من التسلح يقول إن منشآت إيران ليست منيعة، فتلك التي في نطنز معرضة لقصف بالقنابل التي تخترق الملاجئ، وربما تكون هناك ضربتان محددتان إحداهما لحفر حفرة والأخرى لتنفجر خلالها، أو على الأقل لزعزعة الآلات الدقيقة الحساسة بما يكفي لإخراجها من الخدمة.